أسوأ شيء إذا أنت اليوم دبلوماسي إيراني إنك تكون بموقع السفير الإيراني بلبنان غضنفر ركن أبادي. ما حدا بيحسد أبادي من زملائه على موقعه، ما حدا بيتمنى يكون مطرحه، ما حدا بيقول نياله أبادي عم يشتغل دبلوماسية بلبنان، يعني بمطرح مهم لإيران وممكن يرسم على هالمهمة وبركي يعمل وزير خارجية بعدين. ما حدا شو بده يلحق ليلحق أبادي. حقيقة أنا متعاطف معه وبفهم قديه ممكن يكون ضايق خلقه من لبنان. امبارح اضطر أبادي يبرر لرئيس الجمهورية اللبنانية تصريحات للقائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني الباسداران الجنرال محمد علي جعفري بيعترف فيها بوجود عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري بالمنطقة بصفة مستشارين. المهضوم بنفي السفير أبادي أنه السفير الإيراني بلبنان نفى لفخامة رئيس الجمهورية تهمة ما حكي عنها جعفري، ما جاب سيرتها. قال شو؟ نفى وجود عسكري للحرس الثوري أو لفيلق القدس. جعفري أصلا قال ذات الشيء، قال أنه ما في وجود عسكري لفيلق القدس والحرس الثوري. الشيء اللي قاله اللواء جعفري والشيء اللي مني فيه السفير أبادي هو وجود فيلق القدس والحرس بصفة مستشارين. رح فرجيكم ترجمة خطاب جعفري على قناة روسيا اليوم. ليس هناك أي تواجد لقوات القدس في سوريا، وهي لا تقاتل هناك، وكل ما نقدمه من دعم هو استشاري فقط، ونحن لا ندعم الاقتتال في سوريا كما تفعل الدول الأخرى التي تدعمه بالمقاتلين وبالمال والسلاح. الجنرال جعفري نفسه نفي أنه في وجود عسكري لفيلق القدس، وبالتالي أنه يرجع ينفي السفير أبادي لرئيس الجمهورية شيء عادي، عم ينفي شغلة مش موجودة أساسا. السفير أبادي مطلوب منه ينفي أنه في مستشارين عسكريين للحرس ولفيلق القدس، مش ينفي أنه في عسكر. الجعفري حكي عن مستشارين، وهيدا الشيء اللي منفي السيد أبادي. إلا إذا بالنسبة للسيد أبادي عادي جدا أنه يكون في مستشارين من الحرس من فيلق القدس ببلد أجنبي. هيدي مسألة ما بتستاهل النفي، مسألة ما بتحرز أنه السفير أو سفير دولة أجنبية ينفي للدولة اللي عم يشتغل فيها أنه بلده عنده مستشارين عسكريين بالبلد المضيف، ما مخبرين حدا عنهم، ما مخبرين الحكومة، مش منسقين مع وزارة الدفاع، مش منسقين مع الجيش. سيد أبادي بيعتبر أنه عادي مثلا يكون في مستشارين عسكريين صينيين موجودين بأمريكا من دون علم الحكومة الأمريكية. هذه مسألة عادية بتصير بين أي دولتين. والجنرال جعفري بيعتقد أنه اللبنانيين والسوريين لازم يكونوا كتير مطمئنين لأنه ما في عسكر، في بس شوية مستشارين من الحرس ومن فيلق القدس. طيب هول بيقدموا استشارات لمين؟ بيقدموا استشارات بأي مجالات؟ بس شو بده ينفي لينفي السفير أبادي؟ شو بده يوضح ليوضح؟ بعشرين كانون الثاني 2012 بيقول قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، مش حدا عنه هو شخصيا، بيقول إيران حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، إن الجمهورية الإسلامية بإمكانها تنظيم أي حركة تؤدي إلى تشكيل حكومات إسلامية هناك بغية مكافحة الاستكبار. حاضرة في الجنوب والعراق وقادرة كمان تنظم حركة تؤدي إلى تشكيل حكومات إسلامية. هيدا كلام قاسم سليماني قائد فيلق القدس. طيب كيف حاضرة؟ كيف قادرة؟ يا ريت السيد أبادي يخبرنا، إلا إذا كمان هالحضور وهالقدرة جايين بس من قبل المستشارين يلي حكي عنهم الجنرال جعفري، أنه مستشارين وموجودين. شو كل مستشار بيعمل مشورة بتتحول لقرار؟ هيدا مستشار المرشد علي خامنئي الجنرال رحيم صفوي بيقول أنه حزب الله رح يرد على أي هجوم إسرائيلي على إيران. اسمعوا. ليس لزاما بأن تستهدف إيران بقوة صواريخها البالستية الكيان الصهيوني، أن أصدقائنا في حزب الله لبنان في الوقت الحاضر يستطيعون بصواريخ الكاتيوشا أن يستهدفوا كل المستوطنات التي أنشأها بمليارات الدولارات
وهي كلها جميعها في مرمى صواريخ الكاتيوشا والتي تصل مداها الى 25 او 30 كيلومترا. فان كافه هذه المستوطنات وساكنيها الصهاينه هي في مرمى الكاتيوشا للضفانه في حزب الله لبنان. لذلك انا اتصور بان الصهاينه يدركون جيدا بأنهم لو كانوا البادئين بأي حرب سيستهدفون بكل قوة من جهة جنوب لبنان ومن جهة حماس ومن جهة إيران أيضا. بس مين قال أنه كلام صفوي رح يتحول لسياسة إيرانية؟ صحيح السيد صفوي مستشار لخامنئي، بس مش أكيد أنه كلامه أو استشاراته رح تتحول لقرار إيراني لسياسة إيرانية لاستراتيجية إيرانية. الدليل انه صفوي صار قايل هالكلام كتير من حوالي اسبوع، بس رجع كرر صفوي هالموقف. بيقول حزب الله سيرد اذا ما هاجمت اسرائيل الجمهورية الاسلامية، فهو عمق دفاعنا الاستراتيجي. برجع بقلكن مثل ما قال اللواء جعفري، هو المستشارين بس خيو اذا موجودين بلبنان. انتو اهم شي تطمنوا كلبنانيين انه الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس ما عندن وجود عسكري. هيدا شيء نفاس سفير أبادي رغم أنه اللواء جعفري ما حكي عنه. الحرس وفيلق القدس عندهم بس مستشارين، وهي شفتوا المستشارين بيحكوا شو ما كان، ما دايما بيتاخد كلامهم جد أو بيتحول لواقع. بعدين رغم كل الحكي عن الحرس الثوري ورغم الاعترافات الإيرانية أنهم موجودين وإنما كمستشارين مش كعسكر، من وين بيصير الإعلام يجيب اخبار عن الحرس ودور الحرس؟ ليه حدا شافهم؟ حدا حكي معهم؟ حدا أكل معهم؟ حدا شرب معهم؟ طبعا صرتوا بتعرفوا مين صاحب هالأسئلة الاستراتيجية العميقة. شو قصة الحرس الثوري الإيراني؟ حدا شاف حدا؟ أنا شايفه مثل الدومري. حدا شاف شي دومري؟ كمان هيدي نوع من التضليل الاعلامي حتى يلهوا الناس بمواضيع ويخلون دائما مركزين على موضوع معين منه من اهتماماتنا اليوميه. نحن بنعرف انه هيدا الزلمه اذا كان بالحرس له جسم له شكل له اسم وبيقعد وبياكل وبيشرب محل معين. ما نحن ندافع عنهم اذا كانوا موجودين يا خي، بس يفرجونا واحد يعرضوه على التلفزيون. يدافع عنهم الجنرال. نحن شغلتنا نفرجي للجنرال وينهم، لأنه نحن اللي قلنا. العماد عون مثل السفير أبادي بيعتبر أنه مسألة وجود مستشارين للحرس الثوري وفيلق القدس مسألة مش مهمة، مسألة مش من اهتمامات اللبنانيين اليومية، بركة أسبوعيا شهريا بس مش يوميا. عشو بدهم يقلقوا اللبنانيين إذا في حرس أو ما في حرس ثوري بلبنان؟ بالحالتين شو فارق معهم؟ بعدين كل الخبرية أصلا تضليل إعلامي، مجرد تضليل إعلامي بحسب الجنرال ميشيل عون. يا أما المؤتمر الصحافي للجنرال جعفري مفبرك، يعني في حدا استنسخ الجنرال جعفري وعمل للشخص المستنسخ مؤتمر صحافي، يا أما الترجمة مش دقيقة. قناة المنار مثلا بتقول حرفت بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية تصريحات قائد قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء محمد علي جعفري حول مزاعم بوجود أعضاء في الحرس الثوري في سوريا لتقديم الدعم العسكري، وسعت وسائل الإعلام المغرضة جاهدة لتشويه تصريحات جعفري وتأويلها والاستفادة منها. من بين كل الأسباب يلي ممكن تخطر على بال بني آدم لتبرير تصريحات الجنرال جعفري، ما خطر على بال المنار إلا تهمة تحريف الخطاب، التلاعب بالترجمة. حتى الإيرانية ما نفيوا أنه في مستشارين بسوريا. المنار اعتبرت أنه كل الموضوع تحريف إعلامي. التهمة يلي فورا بتذكرك بفضيحة ترجمة خطاب الرئيس المصري محمد مرسي بمؤتمر قمة عدم الانحياز، مش خلال مؤتمر صحافي قدام الإعلام، إنما خلال نقل مباشر لقمة حضرها رؤساء دول من العالم. للتذكير فقط شوفوا هالمقطع من تقرير كانت أعدته قناة الجزيرة عن مستوى التحريف اللي صار بخطاب مرسي بين الترجمة العربية أو بين الكلام العربي والترجمة الإيرانية. فعندما قال مرسي إن شعبي فلسطين وسوريا يناضلان من أجل الحرية، فالشعبان الفلسطيني والسوري
يناضلان الآن ببسالة مبهرة طلبا للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. سمعها الإيرانيون من على التلفزيون الرسمي الإيراني، إن شعب فلسطين وشعب البحرين يناضلان للحرية. ملت‌های فلسطین، بحرین و دیگر ملت‌ها اکنون واقعاً در حال مبارزه هستند. وبعد رصد كلمة مرسي وطريقة نقلها تبين أن ثمة تغييرات أخرى حصلت. حيث كانت قبلها بأيام قلائل ثورة تونس، ثم تلا ذلك ثورة ليبيا واليمن، والآن ثورة سوريا على النظام الظالم فيها. لكن المترجم غير سوريا إلى البحرين ووصف الربيع العربي بالصحوة الإسلامية. تونس پس از آن آغاز شد و لیبی و یمن را شاهد هستیم و تحولاتی که در بحرین اکنون شاهد آن هستیم. و امتد التحریف لمقاطع اخرى. إن الفيتو شل يد مجلس الأمن عن حل الأزمة السورية. إن الفيتو شل مجلس الأمن عن حل أزمات التحولات الشعبية. إننا نتضامن مع الشعب السوري ضد الظلم والقمع. إننا نتضامن مع الشعب السوري ضد المؤامرة الموجهة ضد هذا البلد. وحدة المعارضة السورية ضرورة. نأمل ببقاء النظام المتمتع بقاعدة شعبية. مهنيا هيدا الشيء اللي شفتوه هيدا اسمه تحريف إعلامي، هيدا اسمه تلاعب بالترجمة. لما تصير سوريا البحرين تحريف، لما يصير التضامن مع الثورة تضامن مع النظام، هيدا تلاعب بالترجمة. إنما لما السفير الإيراني بلبنان بينفي كلام ما قاله الجنرال جعفري وبيطنش على كلام قاله الجنرال جعفري، فهيدا اسمه تلاعب سياسي، هيدا اسمه تحريف سياسي. الأسئلة اللي سألتوها أو انسألتوا عنها حول هالموضوع هي التالية، والسؤال الأول: شو رأي الحكومة اللبنانية بكلام جعفري؟ الجواب: الصمت. الحكومة اللبنانية لحد هلأ تعاطت بصمت كامل مع تصريحات الجنرال جعفري، بصمت مهين للبنانيين مع هالتصريح ومع تصريحات أخرى كتيرة لقادة إيرانيين اجت بنفس السياق. إنما يسجل لفخامة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان طلبوا توضيح لهالمسألة من السفير الإيراني، وتسريب بالحياة إنه الرئيس مش رح يكتفي بالتوضيح من السفير. معلومات خاصة لدي ان اي بتقول انه الرئيس طلب من ابادي انه يطلع بيان رسمي ايراني حتى ما يتسكر الملف على زغل. السؤال الثاني: مين فيلق القدس؟ الجواب: هو جناح عسكري ايراني. فيلق القدس هو عبارة عن قوات خاصة داخل الحرس الثوري الايراني، مهمتها العمل على تصدير الثورة الايرانية الى الخارج، كما أن الفيلق يعتبر مسؤول عن كل العمليات الخارجية التي تقوم بها إيران. بعتقد لما يسمع الجنرال ميشيل عون هالتعريف مفروض يعيد النظر بتحليله اليوم، أنه مسألة فيلق القدس ماشي لازم يهتموا فيه اللبنانيين، ما لازم يكون من ضمن اهتمامات اللبنانيين. إذا فيلق القدس موجود كمستشارين مثل ما اعترف أكثر من مسؤول إيراني، فهن إما عم يعملوا استشارات لكيفية استيراد الثورة على لبنان، يا أما عم يديروا عمليات خارجية من لبنان أو بلبنان، وبالتالي بلا جنرال. إذا في مستشارين لفيلق القدس بلبنان مثل ما أكدت أكثر من شخصية إيرانية، فهيدا من اهتمامات اللبنانيين اليومية. أنت بتحب تهتم بشي تاني؟ أنت حر. تصبحوا على خير.